هذه لما عطاك نتو 16 تيقول لك عمرك فيه وهو مره 14 مره 20 مره 18 هو راه كنت دير صاحبي حتى 16 يوم الموقف حنايا مع السكان الحي الدرادب مضرورين اخايب هذا الشيء اللي عاملينه هنايا وخاطر على الوليدات ديالنا كيعاودوا يتاخروا وديك الشيء حنايا دابا كنوجهوا هذا النداء للمسؤولين يشوفوا لنا الحل لهذا الشيء هذا راه حنا مضرورين بزاف في هذا الحومه هذه ما كيقدر يطلع على سياره الاسعاف من هنا ما كيقدر يطلع على لابيلونس لا حتى شي حاجه شوفوا خاي الله معنا هذا الحل هذا الله يجازيكم بخير السكنه شحال وياها وهذه شي عامين وزياده ويا هيدا وهذا الشيء خاطر على الناس الحوم صراحة الله ما نعملوا شكايات وما كاين حتى شي واحد كيلبي لنا النداء ديالنا حتى شي واحد مع هذا السقوط اليوم ولا غدا تقدر تهود في عين مكان ماشي بعيد بزاف حنا كنتواجدوا في السكينه درادب وهذا المنزل في اي لحظه يقدر يتاح كنتمناو المسؤولين يطيحوا هذا الدار يعني ما عنده اللوح ما ينفع واخا داك الحجر كيتاح بزاف ديال الحاجات فهمت يعني خاطر تقدر تقول والدها واده ولا يا انا تقدر في اي ساعه تتاح ما متوقعش فويا تقدر تتاح هيدا ولا شحال المهم كنتمنى المسؤولين طيحوا هاد الدار هاد اللوح ما عنده باش ينفع ما عنده باش ينفع بس شي حاجه شكايه تعينا كنهضروا والو عملوا لنا اللوح اللوح شنو هي كاين هي مره كيبقى يتاه الحجر الحواس كانوا كيفرشوا هنا دابا تاع حواس ما بقى كيقدر يفرش كل شيء راه بالله انا من من من, من الساكنه ديال حومه ديال الدرادب انا الرساله اللي غنوجهها للمسؤولين الله يرحم الوالدين كرساله كنقول لكم شوفوا هاد الدار هادي راه قريبه تطيح وراه الناس راه كتعاني من هاد من هاد من هاد من الدار هادي حتى هما خايفين الله يكون في العوان ربما بلا ما كيدوز من هنايا تقدر تطيح في اي لحظه غادي تطيح واكثر الناس كتعاني حتى هما اللي تريبورت راه كيعانيوا باش كيبغوا يدوزوا من هاد الطريقه هادي كيخافوا كيخليوا الموتور ديالهم على من كيخافوا على الطريقه هادي هذا هو اللي كاين ومن جهه اخرى كنقول لكم الله يرحم الوالدين لما تجيو تصلحوا هاد الشيء هذا ولا ريبوها قبل ما تطيح ولا قريبه غادي تطيح لانه راه مشقوقه وكنقول لكم الله يهديكم على هاد الشيء هذا ولا حول ولا قوه بالله العظيم والسلام عليكم اجي شوف اجي تكلم اجي شوف ربع ليال ها هو ينوب عليا هذاك السلام عليكم حنا الناس ساكنين الحي درادب بالنسبه لنا الدار هذه كتشكل واحد الخطر كبير حيت اصلا الناس كيدوزوا عليها وكاينين الديور اللي مقربين ليها بزاف يعني تايلا غير شي حجره ولا شي حاجه تقدر تشكل شي مشكل كاين الدراري الصغار كيلعبوا هنايا بزاف ومن شحال هذه دابا اكثر من عامين اكثر بزاف يعني سنين كثيره وباقي ما وقع حتى شي كنطالبوا المسؤولين بعدا غير يجيو يشوفوا الحاله هنايا ويعرفوا باللي راه خطر ويعملوا لنا شي حل حيت قبل ما حنا ماشي حتى توقع شي مصيبه عاد نبقاو نقولوا هكذا قبل ما توقع الحاجه تحركوا يجيو ينزلوا ميزانيه ويعملوا بعين اعتبار باللي هذا راه مشكل خطير ماشي زعما غير شي حاجه راه طاح على شي ناس راه مصيبه وحنا ما نسمحوا لهم شي ديك الساعه اللي ما تجي تشوفوا لنا الدار هذه راه هنايا خاطر بزاف على الناس الحومه الناس كتعود بكوتشي العيون صغارين هنايا ودابا حنا مزوقين فيكم ما تجي تعملوا لنا الحال والله يرحم بيا الوالدين
يا الشرفه شدنا الحومه. اي والله والله ينزل عليكم مرضى ما تشوفوا معنا الحال. احنا خايب موجودين في حي درادب وهاد السكنه هادي عملنا لنا الاجعاز الناس الحومه، وهاد الدوله هادي اللي عملت هاد البلاكي وهاد الوحده ما خدمت شي عقله، تعمل بعدا الشباك ايش الشباك تاوي اذا طاحت شي حاجه بعدا يهز الشباك ماشي طاح كنازه عادي قواو ميتين يا عاو قال لك هز هذا الدامبولانسي انا والحكومه ديالنا هيدا هي عامله. اسمع اللي مسؤولين على درادب، اسمع اللي مسؤولين درادب، دوروا لنا بدرادب، درادب ساكنين فيها غير الدراوش، علاش فيها الدراوش عليها ما كتشوفوش فيها، انا كنقول هذا كبارين هذا الشيء هذا، احنا ولاد درادب ولاد دراوش، والله يرضي عليكم، والله ينصر مالك، والله ينصر مالك. مرة 14 مرة 20 مرة 18 مرة كل مرة في هذا أنا كنت